اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين، عدنا لكم ومن مدينه الكاظميه المقدسه ومن برنامج صباح هنا. حنتحاور ويا ناسنا ونشوف بعد اكو مشكله الاراضي الحجيه قلت ايوه والمتجاوزين عيوني زي. احنا سكنه الامين الثانيه ناشد الحكومه نتجاهم رجاء 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 للمتجاوزين تعويضهم او اي شيء كان، ولا يعني خلوهم وين نروح؟ أنا أولاً مهجرة من أبو غريب، مهجرين من أبو غريب وإجيت الأمين الثانية وما عندنا سكن، 50 متر ماكو، يعني ما صايرة، يعني يشوفونا بعين هذا الرحمة، وإحنا دخلنا محدود، لا نقدر نأجر، لا نقدر نعطي يعني إيجار مثلاً 400 500، هو راتبنا كلنا 500. لا مو شايلونه، بس إحنا نطالب الحكومة بتعويضنا، يعني تعويضنا إحنا نقبل بالتجاوزات. إجوكم جوكم، رحنا رحنا، ما يصير، يعني هم هم يباوعون الناس الفقراء، هاي الناس اللي ما عندها أراضي، الناس اللي دخلها محدود. قدمت على الأراضي؟ توزيع الأراضي أكو؟ شو أقدم؟ أنا إحنا مهجرين، المفروض هو للمهجر، للمهجر من الدولة يكون هو يباوع ينظر، يقول لك استيطان. زين انا بيش استيطان؟ انا اذا انا يقول لي استيطان، زين الاستيطان يطوه 50 متر، صح لو انا غلطانه؟ صح. غير يطوه 50 متر للاستيطان، زين انا اجيت من ابو غريب ورجلي سيد جده رسول الله وجابوني من هناك وغصب عنا، يعني مو بارادتنا، وانا باخر صار لي 10 سنوات هنا بالامين الثانيه، لا قطعه ارض لا 50 متر لا هذا، واحنا دخلنا محدود. زين كل ساعه قالوا لنا راح يجون يفلشوكم، راح يجون هيك، راح يجون بالتهديد، نطالب بالبديل من الله ومن الحكومه ومن قناه الفلوجه. محافظه الانبار، وانا من محافظه الانبار، اتمنى اتمنى محافظه الانبار، اتمنى للساده المسؤولين بالدوله أن يكون اهتمام بملف نعم الأراضي. نعم، ملف الأراضي والتجاوز، رحم الله لوالديكم، وهاي يعني رجاء 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 للدولة، رحم الله والديكم. واجب واجبهم هم ما يسمعوش. أي حبيبي. أنا أشكر جزيل الشكر، تحياتنا لكم. رحم الله لوالديك، يستر عليك. حنكمل ويا أهلنا وناسنا ونسولف وياهم، وحيكون حوارنا كامل ويا الله يساعدك حجينا. شلونك يا ابو؟ شلونك عيني؟ من يومك كان من يومك؟ انا الكاظميه المقدسه. حياكم. الله يحيي عيوني، نشرف ربكم. شلون الكاظميه؟ والله الحمد لله بخير ان شاء الله. خدماته شلون؟ خدمات هذه بس اللي انا مؤذن جامع القطانه صغير في الكاظميه. طلعوني تقاعد وطلعوني بس المكافاه. وانا ايش على الساعات مالي؟ مكافاه مال التقاعد. ما عندي خدمه عسكريه. عندك تقاعدي لو لا؟ يعني ما يعطوني. ليش؟ اي والله القى سويت معامله ما ادري شو المطن. يعني انتم راتب تقاعد وما عندكم المؤذنين؟ لا طلعوني تقاعد وطلع بس المكافاه، قلت لهم انا خدمتي 11 سنه. سويتها ويا التقاعد لو لا؟ لا ما طلعوني لا سووا ولا كل شيء. انت مشيت معامله ولا انت ملاك دائمي لو شنو؟ اي ملاك بليها على وقف الشعر. شفت العقود وثبتونا على وقف الشعر رحم الله والديك. اي المفروض يعني تكون اكو معامله مشيها وكمل لك معامله. والله ما بعد لا ريت يعني حتى اهل الخير سعونا بها وما صارت. صار لك كم طلعت تقاعد؟ صار حوالي 3 سنين. انا بس هو انا بسال اتاكد من عندك بلي. انت ملاك دائمي لو حسبه لو شنو؟ احنا كنا العقود وثبتونا زين. مؤذن مكبر جامع القطانه صغير في الكاظميه. ايه ملاك. يعني ملاك صرت من عقود الى ملاك. اي وتتبع بعدها انا ما ادري يعني شوي ما ادري ايش بيها الايام ما ادري. زين البارحه تنخيت بالجواد. عندك اهل ولد شيء يساعدك؟ والله عندي 2 وليد. خلاص خليه يروحون للتقاعد العام يمشون المعامله. والله يعني ما حتى المسؤولين راحوا شو اسمه بالتقاعد وواسطه وهذا وما ما صار. من وياك جاي الحجيه وياك؟ اي والله اهلي. عندك تليفون حجيه؟ عندكم تليفون؟ انا عندي تليفون. اعطيني تليفون خليني انطيك رقمي. ماكو راتب. وخابرني خابر لك الساده رئيس هيئه التقاعد العام المحترم دكتور اياد، عسى انه تسوون حل للحجي. هذا رقم حجي قاسم المكبر. انا هسه اعطيك رقمي رحم الله والديك، وانت خابرني حتى نشوف لك حل. اي والله دابي من الساحات ب 1000 دينار 1500 سوق هاي بالصادره اول رقم موجود. حياك الله، شكرا جزيلا. انا اشكركم اغاتي، نشكر هذه القناه الروعه وانتم والكادر الله يحفظهم ان شاء الله. تحياتنا لكم. الله يخليك عيوني رحم الله والديك.
قضية التقاعد همين أن نجيبيها، أكو بعض المواطنين يشكون من قضية عدم إجراء تسهيلات في المعاملات. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. زرت له بعدك؟ زرت. قبل الله. شو وقت دائما تجي تزور لو لا؟ أي. منو يجيبك؟ أبويا. أبوك يجيبك؟ أي. الله يتقبل إن شاء الله. وشنو تدعي أنت من الطب جو؟ أدعي إنه أتوفق. تتوفق؟ أي. إن شاء الله. إن شاء الله تتوفق. وش تصير إن شاء الله من تكبر أنت؟ مهندس. حلو، خوش اختصاص. من اللي خلاك تفكر بالمهندس؟ أنا. أنت فكرت بيها. زين. تحب من تكبر تكون مهندس بالعراق لو هم السافر؟ لا بالعراق. ليش؟ أنا أحب العراق. أحب العراق؟ أي. والعراق هم يحبك. وإن شاء الله تكون مهندس وتبني العراق. يلا الله يتقبل. شكرا جزيلا. حياكم الله، جزيل الشكر. حياكم الله. هذا حديث الناس، هذه أمنيات الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير حبيبي. صباح النور. شلون صحتك؟ الله يسلمك، الله يعزك يا حبيبي. محافظة بابل، أحد ممثلين قراء المقاييس. أي. أحد ممثلين قراء المقاييس. مقاييس الكهرباء، وزارة الكهرباء. حياكم الله. الله يسلمك، الله محييك. ما حل موضوعكم؟ والله لعد الآن أستاذ، يعني الظلم اللي عانوا قراء المقاييس، يعني مستحيل بعد أحد يعاني ثلاث سنوات بدون راتب. والشريحة الوحيدة اللي ترفد الوزارة بالفلوس، بالجباية وبالأموال، يعني الشريحة الوحيدة المنتجة، الشريحة الوحيدة تتحمل المنتجة. أي والله العظيم، يعني الـ 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 يعني الأشكال أشكال. أي والله الكريم، أشكال، يعني أشكال بحلق المدفع مخلينا. ولحد الآن إحنا مهمشين، تعيننا عن طريق قرار 341، قرار 341 ينص على إنك تتقاضى 5% من المبالغ اللي تجبيها. زين اليوم إحنا مناطقنا متفاوتة، زين اليوم إحنا اليوم يعني العراق بعد إحنا كل واحد شلون يقول لك، خلينا نحكيها بالعامية ولد قراية، وكل واحد يعرف أخيه. يعني اليوم اللي بحزب، اليوم اللي أشكال أشكال وأنواع المشاكل، الله يشهد جايين نعانيها. ولحد الآن وزارة الكهرباء مو صادقة ويانا لحد الآن، والله العظيم لحد الآن. يعني مماطلة تسوي. عددنا 8000 بعموم العراق، يعني 8000 عائلة لحد الآن مهمشة. الله يقبل محمد. يعني اليوم أنا والله الكريم، يعني من أمام أبو الجوادين، يعني اليوم والله الكريم، يعني بقلب محروق جاي. يعني ثلاث سنين بدون رواتب، إلى متى؟ الى متى طبعاً. يعني الى متى؟ زين انا اليوم يعني اريدهم، يعني تعيننا عن طريق قرعه نزيهه. اليوم ما دفعنا فلوس، هيك يسوون ما دفع فلوس، يعني اللي يعني شلون تقول اللي بدون واسطه، هذا بعد عيفه اتركي اتركي او صار متاجر سياسي، متاجر سياسي. الله وكيلك، كنا 14000 احنا 14000 كنا 14000. العالم بطلت، العالم يعني عافت رزقها الاساسي كانت. انا هسه والله العظيم مرات اقول بيني وبين نفسي، يشهد الله، اقول له الله ما مطلع لهذا التعيين، والله العظيم اشرف. يعني انا كنت مرتب وضعي، اشتغل عماله، اشتغل غير شيء، اشتغل مرتب اموري. يعني خلونا وصلنا لمرحله انه نقول والله الكريم لو ما طلع لنا هذا التعيين، يعني الله لا يوفق كل واحد بحق محمد وآل محمد وبحق الجوادين. الله لا يوفق كل واحد وقف حجر عثرة بقراء المقاييس. والله الكريم إلهم حوبة، وإن شاء الله يا ربي ما تروح حوبة هاي 8000 عائلة. إن شاء الله يا حبيبي شكرا. الله يسلمك. والله أنا من النجف. من النجف. أحد ممثلين قراء المقاييس. حياكم. يعني إحنا من باب الإمام الجوادين ندعو السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير الكهرباء السيد عادل كريم كاك، والسيد فلاح جرمط، والكتلة الصدرية، ندعوهم للتدخل بحل قضية قراء المقاييس. يعني والله ما يراد لها شيء، لكن هذا التلاعب بهاي العوائل يعني كارثة، والله كارثة. وإحنا نشكر قناة الفلوجة ونقل صوت المظلوم. شلون النجف؟ والله النجف إن شاء الله استقرار، الحمد لله. إن شاء الله الجاي أفضل، من إن شاء الله الجاي أفضل لكل محافظاتنا إن شاء الله. وتحياتنا لهنا النجف. الله يحييك. الله يديك. وكوفة لو نجف نفسها؟ لا أنا بناحية الحيدرية، خان النص. هذه صايرة أطراف بين كربلاء والنجف. الله حياتنا لك. الله يخليك، رحمة الله يديك. السلام عليكم. شلونك حجي؟ تعال. يحفظك الله. يلا. أي مستعجل؟ يقول لي مستعجل. حقي عمي، تعال يلا. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. زرت لو بعدك؟ زرت. الله يتقبل. إيش دعيت؟ دعيت لنا لو لا؟
دعيت لكم. ورد، ايش دعيت ان شاء الله؟ ايش قلت؟ قلت الله يحفظ النسيل المختدي ويخلينا اياه. زين، وبعد ايش دعيت؟ قلت والله يحفظ النسيل المختدي. وبعد الله يحفظ سيد مختدى والعراق. اي الله يحفظ العراق همينه. ان شاء الله الله يحفظ العراق ان شاء الله. تدرس حاليا؟ لا. ليش؟ ما مسجل. ليش ما مسجل؟ تعاي الله يحفظك، تعاي سولفي. ايش قد عمرك؟ 8 سنين. هسه جاي يدعي ام الامام غير تخليه. هو يحب السعد. يا امي جاي يدعي ام الامام غير تخليه يدرس. واذا انت ما مسجلته مدرسه. هو شويه. ما يخالف ما بيشي رجال بهذا عمره. ما اخليه بالمدرسه يطلع وانا افتر وراه. لا بس هو هسه ما بيشي لا بي مشكله ولا ابد. جبت انا كسه بتجيب الموسى بلا جحر. بيخالف طيب وسليم ما شاء الله الله يحفظه. ويحب أهل البيت ويحب السيد ويحب سيد المختدي. يقول له كلية من كليتي. إيه؟ بس مفروض خليه بالمدرسة. أخليه بس أنا مو شي راح وهذا وقعدته من المدرسة. أنت تأذينا إذا تبقيه. أرجع عنا إن شاء الله. رجعي إن شاء الله. هو ترجع مدرسة حبيبي. وإذا ما ترجع أنا رجعك بيدي. يلا احكي على السيد. رجع المدرسة. يلا غرفات حد غرفات. تعال تعال ليه ضجت؟ تعال تعال حبيبي. تعال انا احكي وياك. تعال هسه خلني حافظها. يلا انا هسه انا احكي وياك. تعال تعال انا احكي وياك. انا احكي وياك. تعال تعال انا احكي. يلا خطيه عوفي لا تضغطين عليه. والله يا اخوان التعليم التعليم التعليم، لانه تريدون تبنون جيل ابنوا بالتعليم مو بهذا العمر وتخلوه بدون مدرسه. نكمل حوارنا وسوالفنا ونقاشنا ويا اهلنا وناسنا. ناخذ لنا جوله اخرى نقدم لقدام استاذ زيد ونشوف بقيه الناس وشنو اللي يحتاجوا اليوم في مدينه الكاظميه. هذا الشارع اللي مقابل دخول بوابات دخول الزائرين. هذا الموقع اللي احنا فيه هو موقع كثافه تجاريه من اصحاب المحلات المقابله سواق ذهب ومحلات. السلام عليكم، شلون الصحه يا ابو من وين؟ من يا محافظه؟ من يا منطقه؟ والله من الشعب حي البساتين. الشعب ايه؟ حياك الله. شلون هالشعب؟ والله الخير من الله. حي البساتين ايه؟ ما توصل الخدمات نيابه؟ ما توصل. بدينا نسوي خدمات. بديكم؟ اي والله. شو تسوون من مالنا مثلا؟ شو تسوون فلوسنا؟ يعني بفلوسنا نسوي خدمات. اها اي والله. مجاري مجاري بفلوسكم انتم؟ اي والله العظيم. كهرباء كلها بفلوسنا. زين توصلكم كهرباء يمكن؟ احنا بفلوسنا كلها والله العظيم. الاعمده وصلكم اياها الكهرباء؟ كلها بفلوسنا مالنا. آه. اي والله نجر الكهرباء لبيوتنا نوصلها بفلوس. وكل دوله ماكو يقولوا يعني على المواطن. ليش ماكو؟ ماكو خدمات. انت تتوقع انه الجاي زين برايك لو شنو؟ والله نظن بلكه الله. نظن بلكه الله. بلكة الله. اي والله. تشتغل جنابك متقاعد؟ والله انا مريض لحاجي. اي والله لا شغل على العطاله. يعني نص الشهر تقضي اظل والله العظيم متدين دين. الله شاهد. الله يعينك. اي والله العظيم. الله يعينك ويصبركم. اي جزيل الشكر تحياتي لهذا. بارك الله فيك. مشكورين مشكورين. حياك الله حياك الله. عجينا السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ الله غاتم يا ترى. من يا منطقه؟ انا من بغداد. من بغداد. اليوم نسبة رضاك عن الخدمات ايش قد بالمئة؟ راضي عليهم بالخدمات؟ والله ماكو اي خدمات. لا تقول لك خدمات بالبلد. ماكو اي خدمات بالبلد. لو خدمات مو الشوارع ذيك الشوارع اللي ياخذون عليها مليارات ومكسرة والناس تروح الحوادث الطريق اللي داس بها ما يزقها بالفلوجة. طرق السريعة بالضبط. طريق العظيم وينه؟ وين وين اكو طريق بيحاض؟ وين المشي زين؟ هم يقولوا عليه سيارات الحمل. سيارات الحمل اللي اسوي لها قالوا لكم بالشارع من دوريات ورابطات دوريات وتعال عم تلش اذكر منطقتك غير ما اسوي له حجز. حجز سياره. حجز سياره صادر وسلام. لان هذا طريق طريق المواطن طريق العالم اللي تروح صح. اللي تروح زايره لانه حتى لو تبلط حتى لو تبلط هم حين داخل. بس احنا ما شفنا الطرق بالسعوديه، ما شفنا الطرق بايران، ما شفنا الطرق بسوريا. نعم ايات الاربيل. اربيل لا أربيل. خارج العراق. هاي الرمادي زين. هاي الرمادي مصاعدهم المصاعد مسوي على هذا مصعد
دي يصعد على الجسر دي يعبر من مكان لمكان مصعد. جسور مشات يعني بمشات معطلة عموما ماكو حتى ماكو. الحوادث السير اللي قاعد انتبه لي صار هذا الطريق الطريق اللي دي يصير هاي الحوادث كلها سببها ال- 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 الطرق ماكو طرق مبلطة ومعدلة زين تجي على المجاري مجارينا طايفة 40 ساعة طايفة تجي على الكهرباء كهرباء ماكو صح زين محولة شريناها أهل المنطقة شرتها بس تعال أستاذ زيد يحكي حجينا بس هو طريق للسيارة تعال عمي هنا ايه كمل محولة شريناها تعال تفضل اللي جاي يا بي صار لنا أسبوع ما عندنا كهرباء عمي وين الكهرباء يقول والله هذا زينها للصيانة يا بي شو قد الصيانة حصير ما صارت لحد الان ما كل حد الان صار لنا اسبوع وشويه احنا ماكو لا كهرباء ولا ابد زين خدمات ماكو خدمات انا هذا الكلام يعني. دائما اسمع انه ما قاعد يوجدون حل ما اريد حل هالكسب هالناس العاطله مو اجي على البسطيه غير مو بالبسطيه ليش هذا وين يروح هو خريج وعنده بسطيه صح زين خريج كليات معاهد فعلا هواية ماكو ماكو عطالة البلد كل عطالة لا تقول لي ولا أبد هم خليهم بدوار كل واحد عمره 80 90 سنة ما يطلعوهم زين لك ما عندك كادر عم يطلع لازم تصير وجوه جديدة ولازم الشباب يشتغلون ما يقبلون ناس مستفادة فئات مستفادة عمي حياك الله كان قبل حزب واحد هسه مئات الأحزاب حسبنا الله ونعم الوكيل الله يعينك شكرا جزيلا حجينا ممنون جزيلا الله يساعدك يا حبيب شلونك تشتغل قاعد اشوف خواشيك بيه. والله ابي خواشيك تعال خلينا نشوف شو اسمك مصطفى محمد مصطفى أيه. صار قد ايش خواشيك والله صار لي تقريبا 6 سنين 7 سنين يا مواليد انت انا 98 98 عفت العمارة جيت على الخواشيك العمارة كسران ظهر الله يعينك اي أيوة والله شوف اليوم الشباب والله يعني شباب اكو اهتمام بهاي الشريحه احنا الحالة قاعد نحكي يسمعون منا يطلعون منا ما مقتنع حتى السولف ما مقتنع اصلا اسولف يعني ما مهتمين اصلا هم ما مهتمين يعني هسه احنا بال 40 واحد بس يبيعون خواشي وهاي الجناب ها وطايرين ورانا اصعد على الرصيف واصعد على الرصيف وحتى على الرصيف يعني هم طايرين ورانا ويوميا ماخذين المراكز يوميا ماخذين على هالعيشه مصدر عيشه عين الشباب وظفوهم زين هذا النظام البديل يدورون النظام البديل نظام البديل يقول لك انا عندي نقص زين يقول لك شنو هذا النظام البديل مال الجيش يقول لك انا عندي نقص ما يصير يعني اعين زين عينوهم لا النظام البديل انت فاهم غلط ما الجيش لا النظام البديل هاي بالواجب بالدوام اي بالدوام مو عندهم نقص عندهم نقص هم عينوا العالم على مود يصير اكتمال بالعدد يعني انت تريد تعين بالجيش؟ اي طبعا وظيفه قدمت ايش ولا؟ ما قدمت ب 2019 ما طلعت لي ما طلعت اي ما طلعت قدمت بعد وراها قدمت هوايه هوايه بس ما دي يطلع بوين سكنك سكني بالكاظمية نفس الكاظمية اي بالكاظمية قاعد تمشي حالتك لو ما قاعد تمشي حالتك في شغل خواشك والله العظيم يعني شو اسوي على هالمصدر العيشه طبعا. يوم خواشيق يوم غير شغله هاي شو اسوي الحمد لله وشكرا الله يعينك هاي الحمد لله سبع بطل قاعد تشتغل هاي الحمد لله وشكرا من غير ناس الحمد لله الله يخليك يوفقك الله يسلمك شوفوا للشباب كل شيء يشتغلون بسبيل ان يامن قوت يومه وصلنا جيل باقين استاذ زيد خلاص وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مدينه الكاظميه المقدسه وحيكون يعني حديث مطول في حلقات أخرى وحنكون في مناطق أخرى ومتواجدين في عدة مناطق ومحافظات العراق أينما وجد صوت المواطن العراقي تلقون أول الناس موجودين ومصدرين وراح نكون بأمانة ننقل صوت المواطن العراقي قبل ختام حلقتنا لهذا اليوم تحياتنا إلى السيد قائد عمليات بغداد المحترم الفريق الركن أحمد سليم وتحياتنا إلى عميد عباس مدير إعلام عمليات بغداد المحترم وتحية خاصة لهذا الجندي المجهول في إعلام عمليات بغداد فرقد تحياتنا له وتحياتنا لكل شخص متعاون مع الإعلام لأن بالتالي إحنا واجبنا مشترك
انتم في خدمه واحنا في خدمه، وبالتالي هي خدمه المواطن، شرف لنا ولكم ولكل غيور. الى حلقه اخرى والى صباح اخر، نلتقيكم على خير، وبرنامج صباح عنا، في امان الله.